مساء الخير مساء الخير مباشرة من فردان 632 مع جمهور رائع اجى اليوم لحتى يتابع معنا حلقة نعشت بالفعل وبالحقيقة عن جد مشتاق لكم كثير المشاهدين وانتم مشتاقين لحتى نكون نحن وياكم الليلة بهالحلقة الرائعة من برنامج نعشت قبل كنا وصلنا بحرزاني للرقم يلي هو 30418 من ربح من بعدها كان 31267 من ربح اليوم علامة استفهام قدي رح يكون الرقم الرقم رح يكون بين 10,000 دولار و 60,000 دولار بين 10,000 دولار و 60,000 دولار مين رح يربح حرزاني عنا ثلاثة حرزاني اليوم منا مشتركين من هون ومنا أنتم المشاهدين لحتى تشاركوا معنا وتكونوا باتصال مباشر حضروا حالكم سيارات تقدمة الـ LVC موديل 2012 كامل التجهيزات من جاليري شالنج عيتها هدية صارت بال 9,000 دولار وهدايا قيمة كثير رح تكون مقدمة بالإضافة كمان شكر خاص لمصرف شمالي أفريقيا بيروت يلي قدم لكم أنتم المشاهدين 5,000 دولار كاش مقصمين الليلة على الحرزاني نحن مقصمينهم فإذا في كل الهدايا ونحن حاطين هدايا زيادة لحتى تقدروا أنتم الرقم بالآخر وتربحوا إن شاء الله المشتركين واحد منكم يربح المشاهدين أو المشتركين الموجودين هون لأنه قرب عيد الفطر وقربت أنه الهدايا تخلص بهالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك 900 هدية مقدمة لكم من LVC فوق ال 110,000 دولار صار ربحانين منكم أنتم المشاهدين وكل يلي عم بيكونوا موجودين معنا هون. مشاهدين قبل ما نكون احنا وياكم رح نستقبل مشترك رح يكون معنا موجود على الهواء بدنا ننتقل لعند فادي لنقول له مساء الخير فادي. فعلا توني مساء الخير اشتقنا لك هيك اول شيء بنبلش الحلقه وبقول لك انه اشتقنا لك عن جد عن جد كلنا اشتقنا لك كم مره اشتقنا لك فاديا انا مشتاق لك كثير كثير كمان وبدي اقول للمشاهدين انه امبارح فاديا وبعدها يمكن لليوم ما كانت صحتها مش للبد يعني كانت منا مرتاحه كثير وجع راس نفسها مش طالبه الاكل نخيرها مسكرين جسمها عم يوجعها مش قادر توقف مظبوط وزياده انه ما كنا مع بعض يعني كملت امبارح بس اليوم هيئتها بكمل لهيئتها صحه ما هيك طنط فاديه مبلا اذا بدك فيك تقول يا سمعتها شو قالت امبارح ولو يا فادية متابعك انا ضاحك كل الوقت اليوم تلاقيت بحدا لبقت لك عفوا مش لبقت لك ابدا شو بدي اقول لك؟ ما حقول لك عمار شفتوا السعلة؟ بعدها السعلة هذا تأثير امبارح بعد السعلة اول ايام عيد الفطر هذا تأثير غياب توني بارود عن امبارح مثل ما قال لكم مرضت وحالتي حالي اما اليوم رجع الاكسجين لإلي رجعت الحلقة نوريت وبرنامج نقشت اكيد نور بوجود توني بارود الكل كان عم يسال عنه امبارح ليش توني انقطع الاتصال بيني وبينه قلنا له لاسباب فنيه بتصير اكيد من وقت للتاني بدي اقول مساء الخير لكل المشاهدين الموجودين ببيوتهم حضروا حالهم في قول لهم انه بلش العد العكسي لبرنامج نقشت كونوا كتار في جوائز عديده بانتظاركم ومثل ما قال توني صارت حرزانة فوق 30,000 دولار مثل العادة الأرقام قدامكم على الشاشة اتصلوا أو بعتونا SMS حتى تشاركوا ببرنامجنا بدي أرجع لعن توني وقول كمان مساء الخير لكل الحضور الموجود ب 732 كلهم بيسلموا عليك فادية كلهم بيسلموا عليك وبيقولوا لك مساء الخير رح نتابع احنا وياهم ونكون الليلة الحرزاني حرزاني كثير مشاهدين بعرف انه كلكم قاعدين على شاشة الـ LBC قاعدين عم تحضروا برنامج نقشت لحتى تشوفوا معنا مين رح يربح حرزاني بتمنى لكم كل التوفيق لكم المشاهدين للمشتركين الموجودين هون لانه مش ممكن ما تنربح اليوم بكره بدها تنربح كل الهدايا رح تروح فيكم تتصلوا تبعتوا SMS على الارقام يلي عم تمروا باسفل الشاشة 1391 SMS 1373 كمان لحتى تتصلوا ويكون عندكم فرصة أنه تشاركوا معي وتربحوا حرزاني وتربحوا كمان من مجوهرات صغيب تبعتوا على حرف ب أو باء لحتى يكون كل اللقاء لألكم هدايا وجوائز قيمة ببداية الحلقة رح نستقبل أول شيء مشتركين موجودين معنا أهلا وسهلا مساء الخير أهلا وسهلا الاسم الكريم جورج حداد جورج حداد جورج أهلا وسهلا جورج غريس بوخاليل جورج حداد وغريس بوخليل يعني قريبا مدام حداد قريبا مدام حداد يا اهلا وسهلا
ومسيو ابو خليل لا مسيو اكيد لا وان شاء الله الفرحه قريبه ان شاء الله قريبه ان شاء الله قريبه ان شاء الله قريبه كثير بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله هلا بتنقوا رقم 1 ل 30 بنشوف اي رقم رح تنقوا شو هي اللعبه اللي رح تكون مين رح يكون الناطق باسم اثنين انا ما في انت اوكي مقرر من هلا انت هلا هلا ليك 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 هلا تركت لك المجال هلا فتحت لك المجال ما هيك جوز فتحت له المجال على طول على طول بدنا على طول نخلي الميكرو قدامنا تنقوا رقم الواحد 31 اي رقم تختاروا 8 رقم 8 حلو الرقم 8 لكم انا لقلي كثير حلو رقم 8 عيد ميلادك عيد ميلادك رقم 8 ان شاء الله عقبال من يضل على طول مع جورج يتذكر عيد ميلادك مش هلا خطاب يتذكر وبعدين ينسى امتين تجوزتوا امتين خطبتوا امتين عملتوا الفرحه الكبيره على طول ايه اوكي جورج اي رقم لكن رقم 8 رقم 8 عندكم شعر اها مين راح يقول الشعر بين اثنين مين راح يقول الشعر انا لا اثنين بكون شاركوا بالشعر جورج وجويس ما هيك جريس عفوا بعتذر كثير عم شوف اذا راح تصلح لي دغري ولا ما تكون بتعرف حدا اسمه جويس ها لا ما عندنا حدا لا ما في اوكي الاربع كلمات قبل ما نكون على الاربع كلمات بدي اقول لكم انه لا جورج وجريس الكلمات يلي هن ابوح طموح جروح وضوح بلشوا فكروا فيهم بالنسبه للهدايا اذا عملتوا لنا الشعر المناسب فيهم هون رح يكون في لكم من عند توني دكتور توني نصار يلي موجود هون بفيردان 732 بلشت جريس تحضر حالها دكتور توني نصار يلي هو عنده صاحب العيادات البرازيليه بلبنان عنده بفيردان عنده بجل الديب عنده بالكاستيك عنده بزحله وهو كمان بيعمل عمليات كثير لكل الناس كل العالم بشكل عام وبشكل خاص للمشاهير وعنده كمان بيعمل بوتوكس واشياء بيجمل فيهم بطريقة عنده طرقه الخاصة دكتور توني نصار رح يكون في هدية مهمة مقدمة لإلكم وفي كمان دعوة لأربع أشخاص عشا تقدمت الأموري كافي أموري كافي موجودة هون حدنا عم يهتموا على طول عم بيكونوا موجودين القعدة والأكل الطيب بدنا نشكر حسام نشكر كل الموجودين بالأموري كافي أموري كافي يا أهلا وسهلا فيكم أربع كلمات أبوح طموح جروح وضوح بلشنا بتشوف الكلام إيه ولو تكرم عينك يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا جورج بلسنا بأبوح أبوح بحبك أبوح بحبي لإلك يا حياتي أكيد. ما إلي غيرك بهالدنيا شوي جملة طويلة بليز الطموح نضلنا سوا لا رجع عيدة أبوح هي أربع كلمات بجملة يعني لا أربع كلمات بس بجملة يكونوا مش بس هيك أربع كلمات جمل أبوح أبوح بحبي إليك إليك إيه يا حياتي يا حياتي يا حياتي إيه تسلميلي طموحي نضلنا سوا طموحي نضلنا سوا وابقى بقربك طولها شوي جورج بليز إيه كمل أكيد معي ما في جروح أكيد معي ما في جروح إيه. خبيط بس حياة بوضوح نعم حياتنا بوضوح حياتنا بوضوح هيدي جورج جريس تفضلي لا لا ما بكفي اثنين أنا عم ساندك أنا نعم بتساندك والله ما شفتك عم تساندي أبدا شايفك عم تعملي هيك لا ولا كنت عم سامد فيها هيها هي ذاتها ايه لنشوف شو طلع معكم طلع ابوح وعندي طموح ومعي انا ما في جروح وبحبك بكل وضوح 100% والف مبروك لجورج وجريس ضيف كثير كبير لالون الخطاب يلي رح تفرح فيهم قريبا كثير كثير بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله بتتهنوا بتكون حياتكم حلوه بتكون حياتكم ربح معنا ومع برنامج نقشه شكرا لكم متابعين احنا وياكم المشاهدين بس بهالوقت بدي اشكر كل القيمين اللي عم بيساعدونا هون بفيردان 732 بشكل خاص منى كلش منى بدي سلم عليك على شاشه ال بي سي واقول لك انه عم تهتمي مع بسام ومع كل الموجودين والحاضرين هون عم بيكون الاهتمام رائع بفيردان 732 وبدي اقول لكم انه مشاهدين فيكم تتصلوا تبعتوا اس ام اس على الارقام اللي عم تمروا باسفل الشاشه 1391 اس ام اس 1373 اتصال حرزاني ثلاثه حرزاني اليوم الهديه بين 10000 دولار و 60000 دولار فيهم سياره تقديم ال بي سي كامل التجهيزات جاليري شالين هديه تقريبا فوق ال 9000 دولار عندنا جوائز هديه ومهم جوائز قيمه ومهم كثير وعندكم من مصرف شمالي افريقيا ببيروت 5000 دولار كاش رح نستقبل بهالوقت مشترك جديد رح تطلع معنا على المسرح مسار اهلا وسهلا مساء الخير الاسم الكريم سابين سمعان اهلا وسهلا بسابين من وين حضرتك من سد البشريه من سد البشريه هيك ولا هيك 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 سد البشرية هيك هيك لف دير من دار بنسلم على كل سكان سد البشرية وبنتمنى لك كل التوفيق يا سابين اي رقم تختاري من 1 ل 30 سابين رقم 1
نمبر 1 صابين بتحب الرقم 1 تكون على طول الله راد ان شاء الله انك بتربحي مع هالعيون الحلوين والناصره الحلوه صابين رقم 1 عندك صيب سعره بتصيبي سعر منيح عاده يلا نجرب بتصيب السعر عندك ثلاث هدايا اللي موجودين هون اذا ثلاث هدايا بتصيب سعره بنقول لك مبروك لك وبتروحي بنقول لك رمضان كريم وان شاء الله انك تربحي ثلاث هدايا اللي موجودين بصيب سعره يا صابين اول شيء عندنا هديه قيمه كثير وحلوه من اميتيس اميتيس يلي موجوده هون بفردان 732 عندك جينز مع تي شيرت قيمتهم كثير كبيره هلا بعد شوي رح نحكي عنهم عندك بدله بتعطيها صابين لمين ما بدك انت لصديقك لبيك يمكن لمين ما بدك بتظبطي هالبدله يلي هي من موستاش بدله حلوه كثير وموستاش يلي عنده الذوق الحلو والرفيع بالتياب الرائع عند موستاش الهديه الثالثه عندك من تايم ليفل تايم ليفل عم نشوف هيدي الساعه يلي هي سويسرية الصنع كريستلايزد باي شواروفسكي ألمنت يعني كل شيء شواروفسكي داير من داره لهالساعة الرائعة يلي لونها زهر وعم نشوفها من جوا حلوة كتير وهي تقدمة اتابليسما إليتا بيت تايم ليفل وعندك كمان من ذس اند ذات يلي موجودة هون عنده اكسسوريز موجودين بفيردان 732 وهلا توني شرح لك عن كل شيء وراح يروح يكشف على الأسعار وأنت تقدري يا صابين وإن شاء الله بتصيبيهم وبتربحيهم وبنقول لك مبروك 30 ثانية بلشنا صابين من أميتيس الهدية الرائعة دي جينز مع تي شيرت لكي قديش سعرهم 450 دولار أو 466 466 أكيد صابين برافو صابين هاي أول هدية لك بدلة تانية بتاخديها لمين ما بدك خلينا نقول للبابا إذا بدك يلا 248 دولار أو 230 دولار 248 248 دولار برافو صابين الهدية الثالثة عندك هديتين عندك من تايم ليفل تقدمة اتابليسمان الي تابت وعندك وقعت 285 وعندك الهدية الثانية من ذس اند ذات 285 اكيد لا يا صابين 285 صابين ذكية مبروك لك ثلاث هدايا اول شيء عندك اميتيس عندك موستاش عندك تايم ليفل الساعة الرائعة وعندك ذس اند ذات ونحن ذس اند ذات من كمان من كل لك مبروك واهلا وسهلا فيك شكرا لك اهلا وسهلا بصابين شكرا للحضور الموجود هون شكرا لكم كلكم جايين اليوم عم بيكونوا معنا باخر ايام شهر رمضان المبارك قبل ما نكون مع العيد والفرحه الكبيره يلي ناطرينها كل العالم بلبنان والعالم العربي عيد الفطر السعيد يلي ناطرينه بكل فرح عبر شاشه ال بي سي نستقبل مشترك جديد مساء الخير اهلا وسهلا فيك الاسم الكريم باتريك داو باتريك من وين حضرتك من بيروت اهلا وسهلا فيك وباهل بيروت يا باتريك ترجع شوي صغيري هيك باتريك رح نقول لك انه هلا فيها الخزنه اخر هدايا المشتركين والمشاهدين الخزنه عم بتكون باخر ايامها لانه بعدين بده يجي عيد الفطر وكل الجوائز بالخزنه عم تنربح من مجوهرات صغيب يلي بنشكرهم من كل قلبنا مجوهرات صغيب قدم هدايا قيمه كثير ليرات ذهب وساعات زد 1 سويسرية الصنع 1500 دولار كانت كل ساعة والربح كتير عنا اليوم بالخزنة قديش عنا ساعتين ساعة وثلاث ليرات ذهب باتريك إن شاء الله هالثلاث ليرات ذهب مع الساعة 1500 دولار يعني بيطلعوا تقريبا حوالي الخزنة فيها 3000 دولار إذا ربحت 3000 دولار من مجوهرات غيب بنقول لك مبروك لألك وبيكون العيد بكير بنقول لك العيدية باتريك عندك ست أرقام واحتمالات ست احتمالات من واحد للستة وكل احتمال في خمس أرقام واحدات اثنينات ثلاثات أربعات خمسات ستات أي رقم تختار باتريك عم شوفهم على الشاشة قدامنا نقي الرقم يلي بدك إيه عم بيجربوا الناس يقولوا لك كلهم محمسين مع باتريك مشاهدين الخزنة فيها 3000 دولار خمسة رقم خمسة الخمسات عم بيقولوا لك الخمسات أكترية الناس عم بيقولوا الخمسات خمسة باتريك بيقول الخمسة إذا فتحت 3000 دولار لباتريك وإذا ما فتحت مشاهدين بنرجع للخزنة لعندكم لحتى واحد ممكن رح يربح رح يربحها خمسة باتريك ضو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة يا باتريك خمسة يا باتريك برافو باتريك ربحت الخزنة عم نشوفهم قدامنا موجودين نرجع شوي صغيري باتريك هيك لحتى الكاميرا تاخذهم ثلاث ليرات ذهب وساعة بقيمة 1500 دولار يعني تقريبا الهدايا الموجودين هون هن بقيمة 1000
3000 دولار تقريبا بين ساعه سويسريه تصنع زد 1 من مجوهرات صغيب. باتريك داو بيربح 3000 دولار. اول ليره ذهب لباتريك، ثاني ليره ذهب لباتريك. ما رح اقدر امسكهم. ثالث ليره ذهب ما عم بيقدر يحملها باتريك، بياخذها توني بس بيردها لباتريك. الساعه كمان من مجوهرات صغيب. هاي لابقه مع ثيابك باتريك، احملها هيك هيك على زندك. زافي كبيره لباتريك، برافو. هيدي الخزنه سكرناها وباتريك اودعناك مع 3 ليرات ذهب وساعه من مجوهرات صغيب، ربح 3000 دولار. انتم المشاهدين عندكم فرصه تربحوا الاف الدولارات، لانه الليله الهديه بين 10000 دولار و 60000 دولار. فيكم تبعتوا اس ام اس على الارقام اللي عم تمروا اسفل الشاشه، تتصلوا على 1373. ثلاثة حرزاني الليل المشاهدين، ما تتركونا ابدا، لان واحد منكم ممكن انه يربح الهدية الكبيرة كثير قبل عيد الفطر. خليكم معنا. رجعنا بعد البريك لنتابع حلقة الليلة من نقشت. مثل ما قلكم توني، في كتير جوائز بانتظاركم. نربحت الخزنة قبل شوي، كان فيها 3 ليرات ذهب من مجوهرات صغيب والساعة زد 1 كمان ربحهم المشترك لعن توني، ما نقول له ألف مبروك. يعني في كتير هدايا بانتظاركم لليلة، كونوا كتار حتى تتصلوا فينا وتشاركوا ببرنامج نقشت وتنقش معكم الليلة وتاخذوا كل هالهدايا لإلكم. بدي أقول مساء الخير لإلهام. الهام بونسوار، كيف صحة؟ بونسوار شبا، ماشي الحال، كيفك انت؟ انا منيحة. وين عم تحكي لنا الهام؟ من جعيطة. من جعيطة، اهلا وسهلا بكل اهالي جعيطة. يلا ميرسي بوكو. يلا الهام، رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة مثل العادة، بدك تختاري رقم بين 1 و30. اوكي. اي رقم تختاري الهام؟ رح نقي رقم 14. 14، ليه 14؟ رح نشوف رقم 14، شو مخبيلك؟ مخبيلك الهام هدية، ما عندك لعبة. اوكي. منيحة هاي، شفتي؟ ايه اكيد. ما في وجع راس، ما في تحذير، ما في شيء، ما في وجع راس، ما في تفكري او لك بربح او لك بخسر، لأنك الهام رح أقول لك شو هي الهدية. أول شيء حقول لك إنه بقيمة 3000 دولار. بتكون لإلك، جاليري شالان كمان عندكم بجعيطة. يلي عندها بضاعة إيطالية بتقدم لك مثل ما قلت هدية بقيمة 3000 دولار، ويلي عندها البراندز هي نيري، ديتري إيطاليا، روسيتو، واس ام اي موبيلي. هدول كل البراندز يلي موجودين بتلاقوهن عند جاليري شالان بجعيطة، أكيد عندهم بضاعة إيطالية ومميزة. الهدية هي مثل ما قلت لك 3000 دولار بتروح لإلك إلهام، ألف مبروك. أوكي ميرسي كثير. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال جديد. ألو. الو الو بونسوار. بونسوار، مساء الخير عبد الرحمن، كيفك؟ انا منيحه وانت؟ وانا مشتاق لك. قد ايه مشتاق لي؟ كثير كثير. يلا يا عبد الرحمن، وين عم تحكينا؟ من نزل عنجر. يي هيدا انت. ثاني مره. انا اول ما قلت، اول ما اقول عبد الرحمن انا قلت بتذكر طلع مره الاسم علي من يومين. احلى مره والله. واول ما قلت لي مجد العنجر، ميرسي، اول ما قلت لي مجد العنجر دغري تذكرتك. على راسي يا اموره. اهلا وسهلا فيك ببرنامج نقشت يا عبد الرحمن. يلا ان شاء الله الليله بنقش معك كمان. يلا وجودك رح تنقش ان شاء الله. يلا عبد الرحمن، التابلو قدامك من 1 و30، بدي عزبك تنقي رقم. بتتذكر شو نقيت هيديك المرة؟ 11. اليوم 1. اليوم 1، يلا رح نشوف رقم 1 شو مخبي لك يا عبد الرحمن. صحح المثل. مثل امبارح، نفس الشيء. نفس الشيء، يلا هيدك بتحب الأمثال. المثل بيقول لك يا عبد الرحمن اللي بدك تصححه، اخفض صوتك وقوي، عندك 3 احتمالات، قصتك، حشتك او ايدك. اخفض صوتك وقوي قصتك، ايدك او حشتك. صوتك وقوي حشتك. قولك هيك؟ شو؟ يلا رح نشوف اذا جاوبك مزبوط.
أوكي. عبد الرحمن قال حشتك، رح نشوف اذا كان جوابه مزبوط. مزبوط يا عبد الرحمن، شفت على طول على طول انت ما بتفل خسران معنا برنامج نقشيت، غير انه انت كثير شاطر. فاذا محلات مستاش اللي عندهم تياب نسائيه ورجاليه بقدموا لك فاوتشر بقيمه $100. الف مبروك يا عبد الرحمن، وانبسطنا سمعنا صوتك مره ثانيه. رح نرجع لعند توني على غردا 732. شكرا لك فاديا، شكرا. عودي لكل الموجودين هون كمان يلي بنشكرهم كمان مره موجودين وحاضرين وهن كتار وعم بيتابعوا معنا برنامج ناقشت. مشاهدين بدي اذكركم فيكم تتصلوا لحتى تزيد فرصكم اكثر بالاتصال، فيكم عده مرات اس ام اس على 1391، اتصال على 1373 حتى تزيد فرصكم بالربح. حرزاني ثلاث مرات الليله الهديه بين $10,000 و $60,000، داخل ضمنهم سيارة تقدمة الـ LBC موديل 2012 كامل التجهيزات، داخل جاليري شالان تقريبا البضاعة الإيطالية والغراض المميزة عند جاليري شالان قريب $9,000 هدية، مصرف شمالي أفريقيا بيروت مقدم $5,000 كاش، بصراوي هوم بصيدا غرفة نوم كامل التجهيزات، بالإضافة لهدايا كتير كتير بعد شوي كمان رح نذكرهم كلهم سوا. تابعين احنا وياكم المشاهدين، رح نكون بهالوقت مع مشترك جديد موجود معنا. أتوني سهلا، مساء الخير، مساء النور. أهلين، اسم الكريم؟ سماح كوسة. سماح، سماح كوسة. من وين يا سماح؟ من بيروت. أهلا وسهلا فيك بأهل بيروت، كيفك يا سماح؟ الحمد لله إن شاء الله هالشهر هيك كان خير، شهر فرح. الحمد لله. أنا بالنسبة لي تجربة بهالشهر بتاخد العقل، حلوة بوجودك يا توني، بوجود كل الناس يلي بفضلهم عم نقدر نستمر بهالبرنامج، والال بي سي عم تستمر من ورا الناس يلي عم ننزل لعندهم وعم بيشاهدونا عبر شاشه الال بي سي. سماح، اي رقم تختاري من 1 ل 30؟ 28. رقم 28 سماح بتختار، شو مخبى تحت الرقم 28؟ بنشوف شو هو. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بتربحي يا سماح. رقم 28 اللعبه يلي هي صيب سعرها. اوكي، كيفك بالاسعار؟ يلا منيحة؟ نشوف. انت عادة حظك منيح؟ يلا ان شاء الله بيكون حظك منيح. معنا اكيد بيكون في ربح وبيكون في جوائز مقدمة لك. اول هدية مقدمة لك رح نشوفها من لايف هايت يلي عندك هالرولر هولدر، هيدا للمطبخ بتحطيه بالمطبخ، هدية رائعة ومميزة من لايف هايت الماركة الألمانية. وعندك الهدية الثانية الحلوة كثير من احمد بيسي يلي هو خبير بالتجميل، كان بالتجميل خبير وعنده في ثقة عند كل هالناس والشخصيات يلي عملوا لهم كثير اشياء بالتجميل، وخصوصي هالكتاب عمل 5 كتب احمد قبيسي. وعم شوف هالهديه الرائعه يلي موجوده هونيك، صنعها احمد قبيسي باليابان وهي من الجلد الاصلي وفيها الفراشه 12 فرشايه، الشعر تبعها من شعر البوني وهي من ستينلس والخشب يلي ما بيروح ابدا. عندك كتاب مقدم لك وهالهديه الرائعه قيمتها كثير كبيره من احمد قبيسي يلي هو خبير التجميل. عندنا الهدية الثانية اللي موجودة هون من جاس جولري، عندنا هالغراض يلي موجودين هيك محفظة وكمان بورتوكلي، وعندك حلق حلوين كتير من جاس جولري، وعندك كمان غدا بالاسكابيد مطعم موجود بالهوليدي ان دون، غدا لشخصين لتروحي تتمتعي كمان لك ألف صحتين بالهوليدي ان دون. الهدية الثالثة عندك اياها من نومينيشن من مجموعة كومبوزبل وهي اسوارة من ستينلس ستيل من نومينيشن، متمنى يكونوا كل اغراض لإلك. اوكي ان شاء الله يا سماح. سماح الضحكه مرسومه هيك على الخدين، وراح نبلش نحن وياكي 30 ثانيه يا سماح. الهديه الرائعه من لايف هايت ومن احمد قبيسي مقدمه لإلك، ليكي سعرهم قديش؟ $535 او $500؟ $535 لإلك. برافو سماح. الهدية الثانية من جاس جولري، وعندك كمان على الاسكافيد هوليداي ان دون عزيمة لشخصين $205 او $215. $215. برافو سماح، برافو برافو برافو. الهدية الثالثة عندك اياها من نومينيشن هالاسوارة يلي مقدمة مجموعة كومبوزبل 156 173 او 156 156. لا لا لا، برافو سماح. لك شو صرنا عم نرقص بالاخر هيك وهيك وهيك وهيك. صباح الف مبروك لك، الاغراض كلهم لك، $500 $535 $200 تقريبا $900 هدايا لك. ميرسي يا توني، رمضان كريم لك ولعائلتك ولكل عليك يا توني، وان شاء الله بالخير و... شكرا وباليمن وبالصحه وبالبركه. ميرسي كثير. متابعين احنا وياكم مشاهدين
قبل ما نكون مع شار ونستقبل مشترك جديد بدي وجه تحية لشخص بعز على قلبي كثير، وهالشخص هو قريب مني، هو عمي اسمه إيميل بارود. بدي يقول إنه رغم الوجع يلي عنده بيقوم كل يوم بالليل وبيتابعنا بكل فرح، فأنا بكل فرح بدي أقول لك أنك بحبك كثير وبقدرك كثير، شكرا لأنك عم تتابعنا على طول. معي هلا مشترك جديد أحمد مهدي. استنفار وقفة عز. الاسم الكريم أحمد مهدي. أحمد مهدي من وين يا أحمد؟ من النبطية. أهلا وسهلا فيك بأهل النبطية وبأهل الجنوب. سلام. لما كنا بصيدا اجوا كثير من النبطية تابعوا معنا البرنامج. أحمد كيفك بالألعاب؟ منيح هيك عادة بتحس حالك حظك منيح؟ هلا حسب، بس حاسس حالي منحوس اليوم، ما بعرف حاسس ليه. حالك شو؟ منحوس. منحوس؟ ليش منحوس يا حبيبي؟ أنا بني شيء؟ أنا شيء بعني شيء نحس؟ لا 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 بالعكس. على سلامتك أنت اسم الله. على سلامتي أنا، يلا إن شاء الله بتربح لك. بدك تختار رقم الواحد للتتين يا أحمد. سبعة. رقم سبعة، نمبر 7، علامة النصر لأحمد من النبطية. أحمد عم يشارك معنا موجود بفردانسة 132. رقم سبعة يا أحمد مخبيلك شعر. عندك شعر، عندك أربع كلمات لك أحمد. ما تقلي لا هيدا ولا حظي مش منيح. شايفني أبو نواس مثلا؟ إيه معلوم، أم نواس وأبو نواس وخيو لنواس وكله سوا. يلا أربع كلمات رح أعطيك إياهم، بس بدي أقول لك أول شيء الهدايا اللي رح تكون مقدمة لك أول شيء من بال زيليري. بال زيليري مكان موجود هون، محل رائع موجود بالفرداسة 132، ما هو محل رجالي. عندك هدية رائعة من بال زيليري، كمان عندك من كارمن ستيفنز أحذية وألبسة نسائية بفردانسة 132، وكمان في عندك جزدين، فعندك هديتين بال زيليري وكارمن ستيفنز، هولي رح يكونوا لألك. ما تقلي كاني وبيني، في أربع كلمات هني: بال، حال، شال، رجال. بال، حال، شال، مش شال شال يعني، شال بتحطه الشال، رجال. أربع كلمات ليك يا أحمد، عندي ثقة فيك رح تقلي أحلى شعر بالعالم. هول أربع كلمات شفتون؟ بال، شفتون؟ بال مثلا فيك تعملها بالفصحى إذا بدك. ذهبت إلى بال ماسكي حلوة، أو بعدك على البال. حال الرجال بلا شال نعم. المرأة المرأة وبالي بال الرجال لابس شال. الرجال لابس شال حلو كتير، دايما على بال النسوان. الرجال لابس شال دايما على بال النسوان. كيف ما كانت أحواله؟ لا بدك تقلي الأحوال، بدك تقلي نفس الوزن. رجع عدلي يلا. الرجال لابس شال. الرجال لابس شال دايما على بال النسوان. على بال النسوان شو ما كانت الاحوال. الف مبروك يا احمد. شو هذا لك طلعت؟ شو هالشعر الحلو هذا احمد؟ اهلا وسهلا، سلم علي الميكرو مش لقلي لهون للشباب. شباب الصوت هلا بيخدوه. ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك من النبطيه احمد، سلام لاهل النبطيه. بتربح بال زيليري مانس شوب يلي موجود هون للرجال، لا مكان محل رجالي، وكارمن ستيفنز عندك شوز احذيه وجزدين بفردانسة 132، والهدايا بيكونوا لك. شكرا لك كثير، اهلا وسهلا فيك. بتوقع لي مستقبل بالشعر؟ بتوقع لك مستقبل كبير كثير، بس انا بتمنى انك تروح لهون متخفي ها، اذا حدا طلع فيك بهالش. حي الجماهير، حي الجماهير. فاديا بنرجع لعندك لحتى نكون مع متصل جديد ومشترك جديد، وان شاء الله تكوني هيك يا فاديا بصحتك وكامل لياقتك وصوتك منيح، وان شاء الله هالسعله عم بتخف شوي. ان شاء الله. بتعرف توني شو بدي اقول لك؟ يلا اول ايام عيد الفطر بتروح. ايه يلا خلص، انا هيك بقول وقت اوقف شغل نرتاح بتروح السعله. إيه الحمد لله الحمد لله، مهم ما تبقى ما يبقى شيء هيك حملتيه وحامله هم فيه خصوصي هالسعله. بسيطة. يلا توني نرجع لعندك بعد شوي، ان شاء الله هلا السعله ما بترجع حتى نقدر نكمل الحلقه برواق، وقد ما فينا نربح أنا وياك عدد كبير من المشاهدين والمشتركين. رح ناخد اتصال جديد بقول لها مساء الخير لليلى. بونجور. بونجورين. بونسوار سوري. ما بيأثر، صارت الساعة 12 صار فينا نقول بونجور. كيفك ليلى؟ أوكي منيحة. وينك ليلى؟ شو هالعجقة عندك؟ أنا قاعدة بمحل أمي فشوي عشاء. شايفتينا عم تحضرينا؟ إيه أكيد. يلا يا ليلى رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة، بدك تختاري رقم بين الواحد والثلاثين.
اوكي. بدي رقم 8. رقم 8، رح نشوف رقم 8 شو مخبيلك يا ليلى. ان شاء الله تكوني عم تسمعينا منيح، عندك كثير عاجقه بالمحاله. كثير كثير سمعكم منيح. يلا عظيم. عندك مشربكه. يعني مشربكه يعني عندي كلمه مشربكه، رح بتشوفي قدامك على الشاشه احرف للكلمه يلي هي مشربكه، بدك تركبيهم لتطلع الكلمه مزبوطه. اوكي يلا. الاحرف هن الف لام ت الف ك كاف يعني ي دال الف لام ي وري. I'm gonna make a word. مدام نعم اللي سمعوهم كلهم بدك تركبيهم كلهم تطلع كلمه مزبوطه. اوكي يعني هي الكلمه اذا بدك مشربكه، هول الاحرف بدك تركبيهم، هن مشربكين، بدك تركبيهم تيعملوا كلمه. الطيار. ما سمعتك. الطيار. طيار. لا الشو. طيار. الطيار. لا خلينا نجرب هيك ساعدك شوي ليلى. اوكي في قلك انه الراء الالف لام وري والف الراء، جربي كمليها. الراس. الراء. عم جرب ساعدك. الراس. العقل. الراس. ليلى خلص الوقت، بدي اعتذر منك، هي الكلمة الراديكالية. بدي اعتذر منك يا ليلى، ما ناقشت معك الليلة. الهدية من محلات ديزني، عندهم محلات تياب للولاد، كانوا بقدموا لك فاوتشر بقيمة 100 دولار، ما بتربحيها، بتروح أكيد لآخر الحلقة لعند توني على حرزاني. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير ونرجع منكمل ناقشت. عودي نحن وياكم مباشرة مشاهدين بفير دانس 132 مع هالجمهور الرائع اللي عم نكمل نحن وياهم اخر ايام بشهر رمضان المبارك، كل هالشهر يلي كان حامل كل الخير والبركه مع هيك الرحلات او البرمات او اللقاءات اللي عملناهم. بلشنا بطرابلس، رجعنا رحنا على بيروت سوق، جينا رحنا على صيدا، رجعنا جينا على فير دانس 132 مع كل هالعالم اللي عم تلاقيها، وعلى طول عم بيجوا من الجبل، من الشمال، من الجنوب، من البقاع، من بيروت، من كل المناطق متابعين احنا وياكم المشاهدين. بعد شوي رح نكون مع حرزاني يلي هي الرقم اليوم بين 10000 دولار و 60000 دولار، مين رح يربحها؟ ثلاثة حرزاني رح يكون في لليله. رح نبلش مع مشترك بعد شوي موجود معنا هون، من بعدها رح يكون باتصال نحن وياكم، من بعدها رح نكون كمان مع حدا ناخذ اتصال او مشترك موجود معنا، ثلاثة حرزاني واحد منهم رح يسيبها ويربح هالجايزة الكبيرة كثير. تابعوا معنا المشاهدين، مكملين احنا وياكم لحتى يكون مع مشترك جديد بهالوقت موجودة معنا على المسرح، تفضلي. هاي. هاي. كيفك؟ مساء الخير. مساء النور. انا توني، انت مين؟ زينة. كيفك زنزون؟ منيحة. من وين زينة؟ من الجنوب. اهلا وسهلا فيك باهل الجنوب. ميرسي. ماشي الحال زينة؟ كل شيء تمام. سوا. بتمنى لك انك تربحي، طالعة طالعة هيك واثقة بحالك ومهضومة والجسدين. موجود هيك حملتي وهيك، ان شاء الله بنضبهم كلهم وبناخذهم الهدايا وبيكونوا لك ان شاء الله. زينة اي رقم تختاري من 1 ل 30؟ 27. ليه؟ عيد ميلاد بنتي. عيد ميلاد الله يخلي لك اياها ويخلي لك عائلتك ونقول لك رمضان كريم لك ويخلي لك اياهم ان شاء الله على طول تكونوا مبسوطين. نمبر 27 رقم 27 زينة رقم 27 مخبي لك سيب سعرها، اذا بتصيبي الاسعار بيكونوا الاغراض لك، بتمنى لك ان شاء الله يكونوا هالاغراض لك ونقول لك مبروك، شو رأيك؟ إن شاء الله. أنت بالأسعار منيحة؟ لا مش منيحة؟ بس بتصرفي أنت. إيه؟ أي بتصرفي، خصوصي هلا قرب العيد عم تصرفي منيح. إن شاء الله. هودي بيكونوا جزء من الهدايا. زينا الأغراض اللي موجودين هون، أول شيء رح يكون عندنا من مايك سبور، عندنا شوز مقدم وهو لينينج، ماركت لينينج من مايك سبور، المكان والمحل الأدوات الرياضية الرائع، مكان مميز مايك سبور، بالإضافة لسولو مودا، عم نشوف كمان هون لا ستات سولو مودا يعني بتكون الهديه لك،
من فيردان 732 سولو مودا. عنا الهدية الثانية من كوماكو بومن الماركة العالمية الرائعة، رح يكون عندك مالتي جريل. هيدا المالتي جريل اللي عم شوفها قدامنا على الهواء ماركة بومن من كوماكو، فيك تحطي كل شيء عليهم وتشوي وتعملي الخضرة وتعزمينا ونروح ناكل ونكون مبسوطين كلنا سوا أكيد من كوماكو. هدية تانية رح يكون عندك كمان هيدا الموجود هون وهو سيلكور، وعندك كمان هدية قيمة كتير من سيلكور وهني المكان أخصائيين بالليزر والهير ريموفل. هاي الهدية مهمة من سيلكور لألك. الهدية التالتة رح يكون عندك من ستة كاميتشي. ستة كاميتشي القمصان يلي مشهورين بقبتهم، ثلاث قبات وسبع زرار. اوكي زنزون. أوكي. وعندك الهدية التانية اللي هي مقدمة محطوط هون ماي كاركتر وهي ديزني وهي كيدز كلوت. يعني عندك تياب للأولاد من ديزني هولي مشان البنوت اللي شو اسمها؟ آيا. آيا منسلم عليك آيا، إن شاء الله تكوني عم تشوفي زينة وتكوني مبسوطة وتربح معنا زينة ليلي. 30 ثانية زنزون رح يكون معك لحتى تقدري الأغراض قديش حقهم. مايك سبور سولو مودا أول شيء شوفي قديش، $372 أو $358. $58 زنزون مبروك. عم شو هالتشجيع، كل الأمور كافيه عم بيشجعوكي كمان. الهدية التانية عم شوفها من بومن هالمالتي جريل ومن سيلكور 200 أو 220؟ 220. برافو زنزون، جاي الجمهور معك كمان. ستة كاميتشي عم شوف هالهدية الرائعة وهدية كمان من ديزني اللي مكان لهون للأولاد للصغار موجود هون بفيردان 632 226 أو 210؟ 226 زنزون. ألف مبروك. ثانك يو. هدايا كلهم لإلك. ميرسي. سلام لآيا ولكل عائلتك، ونقول لك رمضان كريم وإن شاء الله كل أيامك ربح بتكون وفرح. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. متابعين إحنا وياكم المشاهدين، وصلنا لدقات القلب، وصلنا للحرزانة يلي بتعرفوا بيكون فيها على أعصابنا، بس بنفس الوقت بيكون ناطرين فرح كبير إنه يربح الشخص صبية أو شاب يلي موجودين معنا. وبتعرفوا أنه صار لفترة هالهدية عم تتراكم من مرة لمرة، عم ينزاد هدايا وفي هدايا قيمة كتير، وهالهدايا في سيارة تقدمة LBC موديل 2012 كامل التجهيزات. جاليري شالان هدية رائعة من جاليري شالان يلي عندهم نيري، الماركات الإيطالية نيري، عندهم كمان روسيتو، عندهم كمان هدايا قيمة كتير مقدمة من عندهم SMA موبيلي وعندهم ديتري إيطاليا. خباز كوماكو، هدايا من كوماكو، أروما، كارت أنتون، هودي كلهم داخلين ضمن حرزاني الملعبه بعد شوي. لايم، اس كي بيجو، ميس بوام، غرفة كاملة التجهيزات مجهزة كلها من بصراوي هوم، غرفة نوم كاملة. جاليري بواروج الجناح هديتين، ست من ريتيلو، كلاس سيل، فاكيوم كلينر من ريتيلو اللي بتنقي وبتعقم الجو، كمان من كوماكو. نومينيشن عندنا هديتين، موستاش هديتين، باين لاند ويك اند، عندنا ثلاث هدايا بوادي حمانه المكان الرائع لتقضوا الويك اند والفرصه. احمد قبيسي عم بيقدم هدايا قيمه وهو خبير التجميل. ريتيلو كمان، اوكوكون، سولو مودا، شوغان بلاك يلي موجود هون وعنده قمصان وثياب رائع للرجال، اميتيس. وعندنا كمان $5,000 تقدمه مصرف شمال افريقيا بيروت للي بده يربح، مقسمينا على حرزاني. مشاهدين رح نكون احنا وياكم هلا مع لعبه حرزاني. كل هالهدايا اللي هي حرزاني ممكن تكون من نصيب هالشاب يلي واقف مقابلنا، طلع بكل ثقة مع ضحكه، وان شاء الله بنقول لك رمضان كريم، متمنى لك كل التوفيق. الاسم الكريم محمد حسن. قرب هيك شوي صغيري، هيك لورا شوي صغير. اوكي كثير منيح. محمد حسن، من وين محمد؟ كردي، من بيروت. من بيروت. اهلا وسهلا فيك وباهل بيروت. محمد بتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي ان شاء الله، بتمنى انك تربحها وتروح بهالهديه يلي بين 10,000 و 60,000 دولار. بدي اياك تركز، كل الموجودين هون قلبهم معك، رح يعطونا هيك جو من الهدوء، والمشاهدين رح يركزوا معك لان رح كون مع 30 ثانيه. بتمنى عليك تركز منيح، وبعد شوي بتعطيني رقم، كل الارقام رح تعطيني اياها. بتمنى عليك لو سمحت محمد حسن تقول لي الرقم كله، 20,150، 22,570. اوكي؟ اوكي. كل الهدايا لك، فيهم كاش
فيهم سيارة، فيهم جوائز. إذا ربحتهم محتفل أنا وياك، ولا سمح الله ما ربحتهم ناخد اتصال بعد شوي للحرزان إن شاء الله. محمد حسن من بيروت، الوقت المخصص لألك أعطيني رقم بين 10,000 دولار و 60,000 دولار. 35,550. أقل. 35,000 دولار و 520. أقل. 34,000 دولار و 550. 34,550. أقل. 33,518. أكثر. 33,520. أكثر. 33,325. أكثر. 33,327. أكثر. 33,500. محمد حسن الوقت بيخلص، الوقت بيخلص، الوقت بيخلص. والرقم هو نحن عم نشوف هون ورقتين، لأنه عندي ورقة عم بتشوفها هون أنت محمد، أنا بأيدها على خط صغير لأنه ما فينا نحط الخط الكبير، تعرفوا الكل عم بيشوفه هون لحتى تكون لها. في عندي فأزن الرقم هون يلي بيطابق 34,217 والرقم 34,217. هيدا هو الرقم يلي ما صبته، كنت 35,000 نزلت ل 33,000 بس علقت على 33,000، كان لازم تطلع على 34,000. محمد حسن حسن أهلا وسهلا فيك من بيروت. مشاهدين عندكم فرصة كتير كبيرة، هيدا الرقم رح يكون أعلى من هيك، بعد شوي رح ناخد اتصال فيكم تكملوا لأنه بتزيد فرصكم. بعد شوي الكمبيوتر بشكل عشوائي رح يختار رقم من أرقامكم، واحد منكم رح يربح هدية جائزة قيمة بين 10,000 دولار و 60,000 دولار. قديش رح تزيد؟ لأنه رح نزيدها بعد شوي فريق الإعداد لهالهدية، رح تكون أكثر من 34,217. مشاهدين والمشتركين هون بعد في اثنين حرزان يتابعوا معنا بهالوقت، رح نرجع نحن وياكم لعند فاديا. صراحة توني احنا كلنا قاعدين وقلبنا على ايدنا، توقعنا المشترك احمد تنقش معه الليلة ويربح حرزانة، بس هارد لك بنقله لاحمد. بس اكيد مثل ما قلت بعد في تشانس تاني لحدا يقدر يتصل، او مشترك من عندك من فردان تنقش معه الليلة ويروح ويعيد مع عائلته ويربح كل هالهدايا يلي محضرين اياها بحرزانة، ما هيك؟ فاديا قلبنا على ايدنا ولا ايدنا على قلبنا؟ قلبنا عايدنا هيك، قلبنا عايدنا يعني هيك، بس ايدنا على قلبنا اهين هيك. يا الله لشو غلط انا وطلقتني على الغلطه. توني انا بتعرف شو صار، لانه قبل شوي طلعت متصله قالت لي طنط، يعني انا بين امبارح قالت لي مدام، بين امبارح طنط واليوم مدام نزعوا لي الليله. أنا بحس اثنيناتهم بيلبقوا لك فاضية، طانت ومدام. ميرسي ميرسي، ما حقول لك عمو، حقول لك يا أحلى شاب ميرسي كلك ذوق. شكرا لك فاضية، بنرجع لعندي. أكيد نحن راجعين لعندك بعد شوي أبو الشباب توني بارود، وبدي أقول أنا مساء الخير لسعاد. بونسوار فاضية. بونسوار، قلبي عقيدي. قلب عقيدة زبطت معي، قلب عقيدة ما حدا يقول لي هلا شي كلمة تانية، قلب عقيدة إيه قلبي. ما عني مصرة غلط اليوم بدأت الجملة. عكل حال سعد يلا ما تواخذينا لأنه هلا بلش قرب نخلص البرنامج وكلنا هيك محمسين للفرصة، بلشنا نخربط بالحكي. سعاد نعم أكيد كمان أنت ناطرة العيد ما هيك؟ أكيد يلا ناطرة أربح اليوم. إن شاء الله تربحي وهيك بتعيدي وبتاخدي كم نهار فرصة وكلنا هيك منعيد. يلا سعاد رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة. أوكي بدي تختاري رقم بين 31 7. سبعة. سبعة؟ نعم يلا رقم سبعة، رح نشوف رقم سبعة شو مخبالك أي لعبة. شو تغير؟ شو تغير؟ رح بتشوفي هلأ صورة أصلية للممثل اللبناني يوسف حداد. أوكي. الصورة الأصلية لإله، ونرجع نحط لك صورة تانية، بدك تقولي شو تغير بين أول صورة وتاني صورة. أوكي. يعني بدك تركز كتير منيح إذا فينا نقول على أول صورة تتشوفي وتتجي صورة تانية شو تغير. أوكي هيدا الصورة إذا بدك الأساسية الأصلية للممثل يوسف حداد، وهلا رح نشوف صورة تانية شو بتقولي
شو تغير بين أول صورة وتاني صورة؟ أوكي بتاني صورة زايدين على القميص من زيت شي بادش على القميص، أول صورة مش موجود. رح نشوف يا سعاد إذا جاوبك مزبوط. سعاد قالت إنه حطوا بروش، مزبوط حطوا بروش على القميص تبع الممثل اللبناني يوسف حداد. جوابك مزبوط يا سعاد، قلت بدك تربحي وربحتي. محلات اي هارت فاشن بتقدم لك فاوتشر بقيمة $100 بتروح لك يا سعاد، ألف مبروك. اتصال جديد. ألو بونسوار جو. بونسوار، كيف الصحة؟ الحمد لله ميرسي. ماشي الحال؟ مشكلة الله. يلا جو التابلو قدامك يلا. على الشاشة بدي عزبك تختار رقم بين الواحد والثلاثين. جو من عم تحكينا؟ منك فرعقة من كورة. أهلا وسهلا. يلا جو 23. جو نقى رقم 23. رقم 23 شو بقله لجو؟ شو مخبيله؟ حلو مالح. جو بتاكل ستيك؟ ايه باكل. طيب ستيك، عندك ستيك لحم بقر من دون دهن، عندك 85 جرام من الستيك، بدك تقول لي كم وحدة حرارية موجودة؟ 174 او 574؟ شو بتقول يا جو؟ 174. 174، رح بنشوف اذا جوابك مزبوط. 174، ايه بالمنطق 174 مزبوط. مزبوط يا جو، بستيك لحم البقر 85 جرام في 174 وحدة حرارية، ألف مبروك. محلات بونتوريا اللي عندهم شوز وتياب كتير حلوة نسائية ورجالية بتقدم لك فاوتشر ب 200,000 ليرة، ألف مبروك يا جو. مشاهدينا بريك صغير ومنرجع منتابع نقشت. عودوا نحن وياكم المشاهدين مباشرة من فردان 632. بعد شوي بعد شوي المشاهدين انتو رح واحد منكم يطلع على حرزاني، فيكم تكملوا تتصلوا لان بعد شوي الكمبيوتر رح يختار بشكل عشوائي رقم من ارقامكم بدق التليفون بالبيت، تطلعوا تحكوا معي منكون نحن وياكم بحرزاني. قبل شوي محمد حسن ما كان ربح، بس بدي اقول له لمحمد حسن اللي بعده موجود معنا هون، صحيح ما ربح حرزاني بس رح يكون في له هدية منا قيمتها $300، وهي رح يكون في عنده مثل رحلة من عيون السمان، منطقة عيون السمان للأرز على الأتي في، مقدمة من أمتي هيلمت بي آر بي اللي هني بي آر بي موزعون بلبنان بيوزعوا أمتي هيلمت. شكرا لهادي نخول يلي قدم لنا هالهدية الرائعة. محمد حسن ما ربح حرزاني بس حرزاني المشوار لحتى يروح من عيون السمين على الأرز على الأتي في، مقدم هالمشوار ب $300 من هادي نخول، شكرا لك هادي. مشاهدين 1391 اس ام اس، 1373 اتصال، بعد شوي رح تكون هديتكم بين $10,000 و $60,000. من ربحت بعد في اثنين حرزاني لليلة ممكن واحد منكم يربحها. بهالوقت رح نستقبل مشتركة جديدة رح تكون معنا على المسرح. بونسوار. مساء الخير. اهلا وسهلا. بترجع شوي صغيري لورا شوي كثير منيح. الاسم الكريم هدى ابو عزار. كيفك هدى؟ منيح. عندك منين هدى؟ من البقاع سكان ادونيس. من البقاع سكان ادونيس، اهلا وسهلا بهدى وباهل البقاع. ميرسي. هذا سلام خاص لاهل البقاع. ميرسي. هدى ماشي حالك؟ كل شيء منيح؟ ماشي. يلا كيفك بالالعاب؟ مشاركه قبل بشي العاب بالبرنامج؟ لا اول مره. اول مره الحمد لله، مش اخر مره، اول مره. وعطول بيتحقق وعطول. ومع مين؟ مع توني بارود. كثير منيح. اوكي هدى اي رقم تختاري من 1 ل 30؟ 7. هدى بتختار، هدى البقاعية بتختار القعدة بأدونيس ما ننسى، بتختار رقم 7. شو بخبالك الرقم 7؟ هالألعاب يلي موجودين هون رقم 7 عندك يا هدى برقم 7 سيب سعره. عندك سيب سعره. اوكي. هودي الغراض كلهم يلي موجودين هون سيب سعره، بنتمنى يكونوا لإلك وتربحيهم يا هدهد. بعتوا لك هدهد؟ بعتوا. اوكي هدهد. عندنا أول هدية مقدمة لإلك هي من مستاش المحل المميز اللي موجود بفردان 632، والثياب الرائعة والمزوقة جينز وشميز. زيادة عن هون في عندي كمان هدية من كاندل لايت كمان موجود بفردان 632، شكرا لكاندل لايت للهدية الرائعة كمان. فإذا مستاش وكاندل لايت. الهدية الثانية من أميتيس هالمكان المميز كمان يلي موجود بفردان 632. أميتيس بنقول له شكرا، وكمان مرة شكر كتير كبير للسيدة منى كلش للأشياء الرائعة والتنظيم المميز اللي بيكون هون. الهدية الثالثة من
بومان كوماكو. عندك هيدا الكونفنشن اوفن يلي عم شوفه هون، هيدا الفرن يلي على الالوجين، فرن صحي بيعطي هواء سخن. واهم شيء شو هدهد؟ قال لي البطاطا بدون زيت. تمام، بجنن كثير. منيح هيدا، منيح للفرس زوزو هيدا. ايه اوكي، هيدا بومن يلي موجود هون من كوماكو، الوجين بيقلي البطاطا، وفرن رائع من بومن الماركه العالميه يلي رح يكونوا ان شاء الله ان شاء الله كلهم لإلك يا هدى. بلشين احنا وياكي، اول هديه من موستاش، وعندك كمان من كاندل لايت يلي موجودين هون فيردان 632. برايك هالهديه حقها $200 او $210 يا هد هد؟ 200 200 200 دولار. برافو هدى. الهدية الثانية مقدمة لك من أميتيس، برأيك حقها هالهدية من أميتيس بفيردان 632، $240 أو $250؟ 250 دولار. برافو هدهد. آخر هدية اللي موجودة هون هالأوفن أو الفرن على الألوجين الصحي من بومن كوماكو، حقه $110 أو $106؟ 110. نعم؟ 106. لا آخر شيء 106. 106. إيه برافو، ما قلتيهم ولا مرة اثنيناتهم. 106 دولار. برافو هدى. ثانك يو. حيرتي شيء بآخر وحدة؟ لا لا لا، رسبتي دغري عرفتها. هيك جواباتك دغري. هدى مبروك لك، سلام لأهل البقاع. ثانك يو. ولا جيرانك بأدونيس كمان. ميرسي. أهلا وسهلا فيكي هدى. تابعين نحن وياكم المشاهدين، وصلنا نحن وياكم. قبل شوي كانت حرزاني وصلت لرقم كتير كبير، كان محمد حسن يلي موجود معنا ما ربح. رح نكون احنا وياكم هالمرة مع اتصال ناخده مباشرة على الهواء. إذا صاب هالرقم أو صابت هالرقم رح تكون الهدية إلى أو إله بين $10,000 $60,000، سيارة تقدمة الـ LBC كامل التجهيزات 2012، عنا هدية قيمة مقدمة من جاليري شالين، عنا غرفة نوم كامل التجهيزات من بصراوي هون بصيدا، عندنا $5,000 تقدمة مصرف شمال أفريقيا بيروت، وهدية كتيرة وكتيرة وحرزانة. لناخد اتصال مباشرة على الهواء، بس قبل بدي أقول لكم إنه إحنا وياكم هلا رح نكون للمرة الثانية مع لعبة حرزانة. مباشرة باتصال على الهواء لنشوف قبل ما نكون إحنا وياكم بعد هاليومين نحتفل معكم بأول أيام عيد الفطر السعيد، رح تنربح أكيد، رح تنربح حرزاني. مين؟ ما بعرف، واحد منكم نحتفل نحن وياه ونقول له مبروك، لأنه 900 هدية ضمنهم حرزاني اللي صاروا فوق $110,000 بلا هدية حرزاني مقدمين من LBC لألكم. إن شاء الله أنه بتنربح حرزاني بهالوقت. لواحد منكم المشاهدين ناخذ اتصال على الهواء. ألو مساء الخير. مساء الخير. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا. مين؟ عبد الرحمن. إيه عبد الرحمن بحكيك من صيدا. اهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن، وبأهل صيدا كمان مره عبر هوا ال بي سي. بشكرك وبشكر كل الاستقبال الحلو لاهل صيدا المميزين. عبد الرحمن رح اعطيك رقم بعد شوي بين $10,000 و $60,000. بتمنى انك تكون سريع تركز تعطيني الرقم كامل، يعني 20,130 22,520 كل الرقم اذا بتريد، احسن ما نضيع وقت. اوكي اوكي عبد الرحمن، حضر حالك. إذا صبت الرقم بتربح السيارة وبتربح كل الجوائز اللي بيكونوا مقدمين لك من الـ LBC. عبد الرحمن عم بيحكي لنا من صيدا، أعطيني رقم بين $10,000 و $60,000. $35,000. أكثر. $36,000. قول $36,000. أكثر. $36,000. $40,000. أقل. $37,000. أقل. 36,500. أكثر. 36,550. أكثر. 6,560. أكثر. 25. 70. عبد الرحمن، عبد الرحمن وصلت ل 36,000، بعتذر منك، الوقت بيخلص يا عبد الرحمن، والرقم هو أنا مأيده هون بصغير أكيد 36,783. حطوا على صغير أكيد حتى ما يقروه هون كلهم، بس حاطينه بكبير وصغير. 36,783. مشاهدين موجودين هون معنا حرزاني بعد ما ربحت، شوفوا القيمة تبعها قديش كبيرة. بعد شوي كمان يا حدا من المشتركين يا واحد منكم أنتم المشاهدين رح نسحب اسم أو اتصال بعد الهدية. حرزاني كتير
ورح تزيد أكتر وأكتر بعد شوي. تابعوا معنا وكونوا لحتى نتابع مين رح يربح حرزاني بهاليومين، لأنه أكيد رح تنربح بأكدكم المشاهدين. متابعين إحنا وياكم المشاهدين، رح نكون مع مشترك جديد موجود معنا. أهلا وسهلا فيك يا أهلا يا هلا. بونسوار، مساء الخير. أهلا وسهلا، الاسم الكريم؟ ميرفت دياب. ميرفت دياب، من وين ميرفت؟ من بيروت. أهلا وسهلا فيك وبأهل بيروت، كيفك يا ميرفت؟ الحمد لله ماشي. تحكي حلوة على طول هيك موجودة؟ إن شاء الله بهالشهر الكريم؟ إن شاء الله. وإن شاء الله بعيد الفطر كمان بتعيدي وبتكون سنتك كلها هيك إن شاء الله وبتربحي معنا هلا. ميرفت دياب من بيروت، أي رقم تختاري من 1 لـ 30؟ 26. رقم 29. 26. 26. بعتذر منك، سمعي عم ببلش يتقل كل ما نقرب شوي شوي عن رقم 26. مخبالك الرقم 26 يا ميرفت. الشعر، بحال قلتي لنا الشعر الحلو والمميز هيك بنسمعه من هال يطلع من قلبك اكيد، رح يكون مقدم لك بلاك بولو. بلاك هو مكان هون عنده مكان رجالي موجود ببردان 632، تياب رائعه تشكيلي بتاخذ العقل، والهديه رح تكون لك مميزه بقيمه $185 مقدمه من بلاك. الاربع كلمات هني فضيحه، فظيعه، صريحه، منيحه. فضيحة، فظيعة، صريحة، منيحة. إذا بتريدي عملي معروف يكون في جملة طويلة. يا فظيعة شو عملتي لي فضيحة لأنك صريحة ومنيحة. حلو كثير، منيحة منك. فيك تعيديها؟ بعطيك هدية. فيك تعيديها؟ يا فظيعة، يا فضيحة، يا فضيحة، يا فظيعة، يا فظيعة شو عملتي لي فضيحة. نعم، لأنك صريحة ومنيحة. حلو كثير، منيحة منك. ميرفت دياب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، تربحي من بلاك يلي موجود هون المكان والمحل الرجالي الرائع، تربحي هدية بقيمة $185. شكرا لك، ميرسي بوكو، يعطيك أهلا وسهلا فيك يا ميرفت. فادي قبل ما أرجع لعندك بدي أذكر المشاهدين وأقول لهم إنه حرزاني من ربحت بين $10,000 و$60,000، في سيارة وفي جوائز خيمة كتير، وفي كاش تقدمت مصرف شمالي أفريقيا $5,000 كاش. متابعين احنا وياكم بعد شوي، وبعد في وحدة حرزاني لألكن، ورح نرجع عند كمان رجعة حرزاني لعند فاديا لحتى نتابع احنا وياها مع اتصال جديد. توني أكيد نحن راجعين لعندك بعد شوي. حرزاني من ربحت للأسف لتاني مرة، بس إن شاء الله آخر مرة الليلة بحرزاني حدا تنقش معه ويربحها، لأنه مثل ما قال توني صارت فوق ال $36,000. أكيد كمان في بكرة تشانس إنه بكرة تنربح حرزاني، نحن أكيد بنتمنى كل الحظ للجميع. رح آخد آخر اتصال بحلقتنا لليلة حتى نلعب لعبة الخزنة، وبدي أقول مساء الخير لراغدة. بونسوار راغدة، كيفك؟ أنا منيحة وأنت؟ الحمد لله ماشي حالي، عاد عليكم. وعليك يا راغدة. يلا راغدة كرمال تعيدي منيح وتكون مثل ما بقولوا العيد حرزين، بدي عزبك تنقي رقم تتفتح الخزنة وتربحي ساعة بقدم لك إياها مجوهرات صغيرة. أوكي، شو بتقولي راغدة؟ يلا رقم ستة، ستات يعني خمس ستات. أيوه. يلا بدك تعدي معي في ساعة بقلب الخزنة يا راغدة. 1 2 3 4 5. لا بدي اعتذر منك يا راغدة، الخزنة ما فتحت، بس اكيد جربي حظك، عندك بكره كمان بلكي هيك بتنقش معك. بدي اعتذر منك يا راغده. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير. راغده حتى ما تروحي خسرانه معنا الليله، سيلكور هير ريموفل بقدم لك فاوتشر بقيمه $150. الف مبروك يا راغده. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع بنكمل حرزاني مع توني. مشاهدين وصلنا نحن وياكم لنهاية الحلقة، نحن وياكم بعد هالكم يوم باقيين قبل ما نكون مع عيد الفطر السعيد. بتمنى لكم أعياد حلوة، وأصلا كان هالشهر كتير حلو بوجودكم أنتوا المشاهدين وكل اللي عم يشاركونا عم بيكونوا معنا من المشتركين. حرزاني من ربحت مرتين اليوم، لعبناها من ربحت
مشترك موجود معنا كان بفردان 632 اتصال يلي كان معنا من صيدا كمان عبد الرحمن مربح رح يكون معنا مشترك طالع معنا لهون لحتى نشوف اذا ممكن يربح حرزاني اخر لعبة احنا وياكم حرزاني لعبة حرزاني يلي عم كون احنا وياكم فيها بالاخر بدي اذكركم المشاهدين انه في سيارة تقدمت ال بي سي موديل 2012 كامل التجهيزات جاليري شالان في عنا هديتين مقدمين تقريبا ب 9000 دولار من جاليري شالان شعيتا عنا من خباز عنا من كوماكو اروما كارت اند تون لايم اس كي بيجو ميس بوام غرفة كامل التجهيزات من بصراوي هوم جاليري بواروج ثلاث هدايا مقدمين من جاليري بواروج من جناح عنا ست ريتيلو عنا كلاس سيل فاكيوم كلينر كمان لتنقيط وتعقيم الجو من ريتيلو عندنا من كافي ميكر كله كوماكو كمان هدايا نومينيشن هديتين موستاش هديتين بايلاند اربع هدايا لتقضوا احلى ويك اند بوادي حمينا عندنا من احمد بيسي خبير التجميل عندنا كمان اوكوكون سولو مودا شوغان بلاك اميتيست وعندنا كمان شكر كتير كبير وهديه قيمه مقدمه من مصرف شمالي افريقيا بيروت 5000 دولار كاش وكمان عندنا ساعه من مجوهرات صغيب قيمه كتير رح تكون مقدمه ونتعرف على اخر مشترك معنا لنشوف اذا رح تربحها اخيرا لان صرنا تقريبا شي جمعه وشوي ما حرزاني ما عم تربح الاسم الكريم احمد يونس احمد يونس من وين احمد بيروت اهلا وسهلا فيك باهل بيروت أهلا. كيفك احمد الحمد لله يلا أمام. ان شاء الله تكون اعصابك رايقه هاديه بطلب من كل الموجودين الحاضرين هون يكون في هدوء اذا بتريدوا لو سمحتوا لحتى نساعد احمد بدي اعطيك رقم بين 10000 دولار و 60000 دولار انت بتعطيني رقم بقول لك اقل او اكثر لو سمحت يا احمد يونس من بيروت تعطيني الرقم كله مش 36 و 37 او 35 او 22 22750 رقم كله اذا رح تسيبه بتربح اذا لا بكره عندنا نهار رح يكون في عده مسابقات لحرزاني لانه واحد منكم ما في مجال يعني بده يربحها بده يروح ربحانا واحد منكم انتم المشاهدين او المشتركين رح يروح ربحها لهديه حرزاني جاهز يلا احمد يونس من بيروت أعطيني إذا بتريد رقم بين 10000 دولار و 60000 دولار 37000 نعم 37000 أكثر 37500 أكثر 38000 أكثر 38500 أقل 38200 أكثر 38300 أقل 38250 أقل 38225 أكثر 38230 أكثر 38235 أقل 38232 أكثر 38233 أكثر 38234 38234 أحمد يونس أحمد 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 يونس نصيب الرام حلوة حلوة كثير يا أحمد يونس 38234 التهاني لإله كل الشباب والجمهور والصبايا عم بيسقفوا له لأحمد بشكل رائع قدر يلعبها هاللعبة مشي مثل ما بيقولوا بين الألغام حصرها مظبوط أحمد وقدر إنه يوصل للرقم يلي هو 38234 بيربح أحمد بدي أقول لكم بشكل سريع إنه في سيارة تقدمة ال بي سي موديل 2012 كامل التجهيزات في جاليري شالان هديتين مهمين كتير أكثر من 10000 دولار في عنا هدية كمان من بصراوي هوم مقدم لك غرفة كاملة التجهيزات 5000 دولار كاش من مصرف شمالي أفريقيا بالإضافة للهدايا اللي ذكرناهم قبل شوي بكرة رح نكون كمان مع حرزاني رح نكون مع حرزاني بس بعد ما خلصنا الحلقة عم نشكر نحن وياك أحمد بلشت تجي يعني شوي شعور أكيد من فعل بس بطريقة وإحساس رائع مبروك يا أحمد لك من الـ LBC 38000 234 دولار شكرا لك الهدية الكبيرة ربحت كان في قبل الربح هدية ب 29000 دولار كمان حرزاني لكم انتم المشاهدين والجوائز تقريبا صارت ب 140000 دولار مقدمة من الـ LBC مع احمد يونس من جوني عفوا من بيروت بنكون نحن وياكم بكره بنرجع بنتلاقى لحتى نكون مع مشتركين جداد وبنقول لكم تصبحوا على الف خير والربح حلو كثير عبر برنامج ناقشت باي باي